يكتب على طول ويطلع له. شيء 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 عجبه من الله سبحانه. نفس التفلة ترى الحين في عندنا احنا هناك بعض الناس اللي هم يتفلون. شيء عندكم هني انتم؟ كيف يتفلون؟ نف ينفث. ايوه يعني هذا اذا فيك نوب ولا شيء تعرف النوب؟ وش تسمون النوب؟ اذا مثلا اياك انت فاخني هذاك النفخ اللي بيجيك مع المد. وش المد؟ ابو وجه. المد يعني هذاك اللي الوسخ اللي يكون داخل الحبه بس تجيك حبه كذي ها تاكل نص وجهك ولا تاكل هني في رقبتك ولا حبه حبه كبيره ثعلبه. لا ثعلبه كل الشعر حبه الخالط تصير كبيره مثل حبه الخالط وعي مثل الحبه هذه العاديه هذه اللي تسوي اللي ننقفها الحبه العاديه هذه بس تكون اكبر تكون كذا حجمها. ايوه هاي اللي تزفر صديد وسخ ها. ايه وش اسمها عندك؟ والله ما ادري ايش اسمها. هضاب. هاي الحين هناك عندنا هضابه. الحين عندنا وحده عجوز هناك الما وينها جنبنا منطقه جنبنا هاي تتفل عليه. بحدي اقول لك هاي بس تتفل عليه تفله كيف تفله بسيطه كذا بس مع ماي لكن تجيب لي انه ذي من كنت اول شوي خلاص يطلع بروحه. ما ادري ايش ذا البلد والله ومتعارف عليه هذه العائله والتفل يعني متعارف عليه معنا وحتى تفلك في ماي تقول لك الماي هذا مرات يقول لك شربه مرات تقول لك حط عليه امسح له ذا وش لا تعال 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 عشان تعال هنا يا رجال.